لازم لنا التغيير. هذه هي كثيره بطاطا بصل. حنا قلنا من لازم الى الشعب صح، قلنا لازم نطوروا شويه ان شاء الله. صح فلومبر ما يدخلوش كامل في الدرس. الله يسلمك شكرا، يعطيك الصحة ربي يعم عمرك. خيرنا هذه المنطقة لكثير من الاعتبارات، لأننا في برنامجنا حبينا باش نهضوا بالقطاع السياحي وباش أيضا نشجعوا شبابنا وشاباتنا باش يستثمروا فيه. كانت سمحت لنا الفرصة في بالالتقاء مع الكثير بالكثير من التجار والذين يعني تبادلنا مع والحرفيين الذين تبادلنا معهم الرؤى حول الكثير من المشاكل التي طرحت. بطبيعة الحال نحن هذه المشاكل أخذناها بعين الاعتبار في برنامجنا السياسي رؤية الذي يحمل إجابات واقعية وحقيقية لكل هذه الإشكالات. يعني هذه حفاوة الاستقبال اليوم إن دلت على شيء فإنها تدل على واقعية خطابنا، تدل على قربنا من الشرائح الشعبية، وسوف نواصل في كل الحملة الانتخابية على هذا المنوال للقاء الجزائريات والجزائريين على مختلف ولايات الوطن لنتشارك معهم رؤيتنا وطموحنا وآمالنا، خاصة في تحسين ظروفهم المعيشية والنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية، كما سوف نأخذ بعين الاعتبار الكثير من الطموحات السياسية لإشراك الجزائريات والجزائريين في العمل السياسي بصفة فعالة.